يا صباح الفل واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بألف هنا. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى تكونوا قضيتوا اجازه عيد سعيده وطلعنا من العيد. انا بالنسبه لي زي بالظبط طلعنا من رمضان، بنبقى عايزين بعده اكلات خفيفه وسريعه او اسماك. فعشان كده النهارده حبينا نعمل لكم كده حلقه اسماك جديده ومختلفه زي ما اتعودتوا معانا في برنامج بألف هنا. فهنعمل مع بعض النهارده رز بالسيفود على الطريقه الاسبانيه او اكله البايايا، كمان هنعمل الباستا بالجمبري، واخيرا حلو كده ظريف ولطيف بالمانجا. خلونا نبدا باول وصفه على طول، وصفه الرز الاسباني بالسيفود فود، وننزل المقادير. طيب احنا للوصفه دي محتاجين زيت زيتون، حبه بصل صغيره مفرومه، نص حبه فلفل رومي احمر مكعبات صغيره، بسله، ثوم مفروم، كوبايتين رز مصري، سمك فيليه، جمبري، طماطم مفرومه او عصير طماطم، ملح وفلفل، زعفران وده اختياري طبعا، محتاجين كمان مرقة سمك وشرايح ليمون وبقدونس للتقديم. يلا نسمي الله كده. دي وصفة لطيفة قوي، يعني زي ما تقولوا كده ايه، صيادية سمك بس متدلعة شوية. هي وصفة مشهورة جدا في اسبانيا، بتبقى عبارة عن رز بالطماطم بالاسماك. احنا هنا حتى ايه، انا كاتبه لكم سمك فيليه وجمبري، بس قلت اجدد واجيب لكم شوية حاجات كده تكون مختلفة، فجبت ميكس سي فود لطيف، لكن اي حاجة عندكم بتنفع. انا عندي هنا الطاسة، هبدأ ان انا انزل فيها البصل. خلوني بس اجيب المعلقه. بسم الله. حلو قوي. خلوني اكتر كميه الزيت شويه. انا هنا طبعا مستخدمه زيت الزيتون، والمطبخ الاسباني بيستخدم زيت الزيتون في الاكل بتاعه، زي بالظبط المطبخ الايطالي، زي المطبخ الشامي، زي ما متعودين مع بعض دايما كل مطبخ بيكون ليه نكهات مميزه. ادي البصل، انزل معاه الثوم المفروم اهو، ونسيب الباقي ده للوصفه الثانيه. انا هنا بس ايه، هوطي النار شويه، انتوا في البيت خلوا النار عاليه جدا، بس انا هنا مستخدمه طاسه حديد ظهر، فدي بتمتص الحراره جامد شويه وبتفضل محتفظه بيها. فانا بس هوطي النار شويه، لكن انتوا في البيت لازم نشتغل بنار عاليه. انا الصراحه حبيت استخدم الطاسه دي النهارده علشان خاطر البايايا عامه بتتقدم من الحله للترابيزه على طول، مش بتتغرف، فحبيت ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اعملها لكم كده بشكل تقليدي شويه. بتبقى طاسه كده كبيره زي الطاسات اللي بنستخدمها في الفرن، فحبيت استخدم حاجه تكون شبيهه لها كده. ادي البصل، خلوني انزل عليه الفلفل الالوان، الفلفل الرومي الاحمر، معلش. وهو يعني الطريقه دي لطيفه قوي كنوع من انواع التجديد في الايه، في الاكلات بتاعتنا، يعني مستخدمين اولموست نفس المكونات بتاعه مثلا رز السمك او رز الصياديه، ولكن مغيرين شويه حاجات مؤكد موجوده عندنا في البيت. يعني عندنا عادي الفلفل الرومي، عندنا السمك الفيليه، عندنا عصير الطماطم، الحاجات دي كلها. قلب كده، وسع لنفسي هنا شويه. عايزه بس الخضار ده يدبل معايا شويه، فاديله رشه ملح. خليني اخلي الملح والفلفل بتاعي هنا جنبي. رش شويه ملح كمان. كمل تقليب. انا عايزه بس الخضار ده يدبل معايا شويه، بالذات الفلفل الالوان. احنا بس ايه مقطعينه، كنا مكعبات كبيره شويه علشان الوقت، لكن يفضل ان انتوا تقطعوه اصغر من كده علشان يدوب كده في الرز. طيب هعمل ايه انا دلوقتي؟ عايزه انزل البسله. الطريقه التقليديه بتتعمل كده، بالبسله والفلفل الالوان.
حابين نزود اي خضار تاني او اي توابل تانية احنا بنفضلها مفيش مشكلة. مثلا احنا عايزين نجدد بس عايزين نفضل ايه مع الطعم التقليدي شوية، نحط شوية كمون يدينا كده الطعم بتاع رز الصيادية بتاعنا. علي النار شوية. حلو قوي. اوكي طيب، خلوني بقى انا هنا عندي حاجتين، عندي سمك فيليه من غير عضم وعندي حاجات بعضم، اسماك بعضم. فانا عايزه الفيليه يستوي مع الرز وعايزه اللي بقشره ده يفضل زي ما هو من فوق. هوريكم بتترص بالطريقه التقليديه ازاي. فخلونا كده ناخد ايه شويه الحاجات اللي مش بعضم دي نقلبها مع الخضار. اصابع الكابوريا دي مش تقليديه خالص في الاكله، لكن حبيت ان انا حاجه موجوده عندنا في السوبر ماركت بنستخدمها، حبيت انها تكون معانا. طيب ده كله هنا عندي بعضم الكابوريا والجمبري والجندفلي والحاجات دي كلها، فانا بس هزود هنا ايه السمك الفيليه. خلوني اقطعه بس حتت اصغر شويه علشان خاطر يدوب كده معانا في الاكل. بسم الله. هما اديله تقليبه بقى مع الخضار ده هيدي طعم جميل جدا جدا جدا، وهياخد من طعمه وهيبقى شيء ظريف ولطيف جدا. الاكله دي كمان يبقى حلو معاها قوي الزعتر، زعتر فريش، زعتر ناشف. انا لو كان معايا هنا شويه زعتر من اي وصفه تانية كنت استخدمته، لكن للاسف مش معايا. فخلينا ايه نمشي على المقادير اللي احنا كاتبينها لكم عشان خاطر ما نلخبطكوش. اهو ادي السمك الفيليه واديله تقليبه كده مع الخضار، ياخدوا ويدوا كده من طعم بعض، هيكون جميل جدا جدا جدا. طبعا السمك بيستوي بسرعه جدا ما بياخدش وقت، فعشان كده انا مش هطول عليه هنا خالص عشان لسه ايه هنسوي معاه الرز. طيب انزل انا بقى هنا الرز بتاعي. انا هنا مستخدمه رز مصري البايايا، بيستخدموا فيها الرز قصير الحبه، فلقيت اقرب حاجه ليه بصراحه الرز المصري. لكن لو حابين تستخدموا رز بسمتي موجود عندكم او عندكم الامكانيه تستخدموه برضو يبقى جميل جدا في الاكله دي، ويكون ايه نوع من انواع التغيير. حلو قوي. نزود شوية رز كمان. جميل. مش عايزة اهري السمك فانا هبطل كده تقليب، بس هرجع ازود زيت عشان خاطر انا هنا استخدمت زيت لتسوية الخضار والسمك، وكمان عايزة زيت للرز، كل كوباية محتاجة معلقة، فانا هزود شوية زيت كمان، بس هستخدم بقى زيت نباتي عادي عشان خاطر ايه ما نهدرش كمية زيت زيتون كبيرة. انا بحب اعمل الموضوع ده كده على طول، لانه طبعا زيت الزيتون سعره شوية يعني مش متناول الجميع، فبحب ان انا ايه اخلط كده ما بين الاثنين. حلوة. انا كده هنا ايه الدنيا شغالة عندي تمام. لا انا كده تمام زي الفل، اشكرك. حلو قوي. ريحه السمك مع الخضار بدات تطلع جميله جدا جدا جدا. تعالوا بقى نبدا ايه نحط دلوقتي. عندي مكعب مرقه، عايزه تستخدمي مرقه جمبري انت عاملاها في البيت من الراس بتاعه الجمبري، تبقى اكتر من رائعه. طبعا عايزه تستخدمي مرقه سمك انت عاملاها، عايزه تستخدمي مكعبات زي ما احنا مستخدمين سمك او خضار، بلاش فراخ علشان الطعم، واللحمه طبعا بلاش. دي كده بس تقليبه مع بعض، وهعمل ايه وانزل لها شويه عصير طماطم. حلو قوي. بس كده مع بعض. يبقى ايه مش عايزه ايه اهري السمك اكتر من كده، هجيب بس الميه عشان ازود الميه للرز. بسم الله.
مش هكتر برضو عشان ايه لسه هنحط سمك على الوش كده. بقى احنا محتاجين يا استاذي الكريم نوطي النار بالظبط كده بسم الله. بس بحاول ايه اطلع الرز اللي كله اللي تحت ده كله، الميه اللي نزلناها بالعصير بكده ده كله هيطلع لي بقى ايه الحاجات اللي لزقت تحت دي اللي بيبقى اصلا فيها كل الطعم، اقوم مطلعاها بشويه الميه دول. طيب تعالوا بقى نعمل ايه، نقدم بالشكل التقليدي، لان انا قلت لكم هي بتتقدم من النار على الترابيزه، فاحنا هنقدمها دلوقتي وهتستوي بشكل التقديم. طيب ابدا بقى ارص كده الجمبري بشكل لذيذ كده، ده جمبري بقشره بيكون ايه، خصوصا لو عاملين عزومه بيبقى شكله حلو قوي قوي. ما عندكوش الامكانيه عايزين تعملوها بسمك بس، ما يضرش ابدا ابدا خالص، مش اي حاجه تمنع. هنرصه كده بشكل جميل حلو قوي، وناخد واحده كمان ماشي، وابدا بقى احط هنا كمان كابوريايه كده حلوه في النص، واحط شويه جندوفلي. طبعا برضو هي تقليديا بتتقدم ببلح البحر، ولكن الجندوفلي هو المتعارف عليه عندنا اكتر. دي شكلها مش عارف اوكي الجندوفلي متعارف عليه عندنا اكتر، سعره شويه احسن يعني بصراحه، فايه خلينا فيه يكون افضل. وانا شايفه ان هي كده ايه جميل جدا جدا جدا، ونحط واحده كمان عشان معاها ايه ما نزعلش. انا كده الاكله دي بقت عندي جاهزه ان انا اغطيها واسيبها تستوي.